فيما يتعلق بمباحثات فخامة رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء الياباني حول الملف السوداني وضرورة وقف إطلاق النار في أسرع فرصة ممكنة، إلى أي مدى من الممكن أن تتحقق الأمنية في وقف إطلاق نار مستمر وثابت وصولا إلى إنهاء الحرب بالكلية؟ هو بالتأكيد طبعا الخطاب السياسي المصري وخطاب سيادة الرئيس في هذا منذ اللحظة الأولى كان التحرك المصري في اتجاهين، اتجاه التعاون مع دول الغوار، وكان طبعا الاتصالات اللي أجراها سيادة الرئيس مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير، وأيضا الأمين عام الأمم المتحدة، رئيس وزراء بريطانيا، القادة الأفارقة، كل الاتصالات كانت بتتم في إطار الدعوة لوقف إطلاق النار ودعوة طرفي المعادلة لخطوة وقف إطلاق النار، ثم نبدأ المفاوضات الخاصة باستمرار واستئناف العملية السياسية. اليوم تأكيد سيادة الرئيس مع رئيس الوزراء الياباني على هذه النقطة، الرسالة مهمة إنه مصر حريصة على أن تكون على مسافة واحدة من القوى السودانية، وعلى اعتبار أن مصر لها طرح مهم قوي في تأكيد القرار السوداني، معنى منع أي تدخلات خارجية والتأكيد على استقلال السودان. حرص مصر على هذا لأنه القاهرة تنظر إلى السودان على أنها ليست فقط دولة جوار، إنما طبعا هي الدولة الأهم لينا على المستوى يعني الشعبي، وإحنا بنتكلم على مصر والسودان كبلد واحد. في إجراءات الدولة المصرية اتخذتها سواء في اتصالات القيادة السياسية أو حتى في إدارة الأزمة، إدارة الأزمة أيضا يجب أن أشير أنها تميزت بالمهنية والتعامل مع اللحظة الأولى، القضية مش عودة العالقين والمهام التي قامت بها القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية، لكن أيضا مساعدة بعض الدول في يعني مراجعة بعض السياسات ورجوعهم بعود الرعاية، وجزء منه مرتبط طبعا بتنظيم الدخول و يعني تسهيل الإجراءات بصورة كبيرة، وفي توجيهات مباشرة من القيادة السياسية وأجهزة الدولة لتسهيل هذه العملية. الموقف السياسي المصري أيضا تم التعبير عنه في الجامعة العربية، أيضا تجاه التطورات اللي حصلت في الاتحاد الإفريقي وأيضا في الأمم المتحدة، طبعا جلسة مجلس الأمن. وبالتالي احنا بنؤكد على أمرين: وحدة الشعب السوداني وعودة العملية السياسية ووقف إطلاق النار منعا لتمدد الأمر في السودان الشقيق. هناك مجهودات كبيرة تبذلها الدولة المصرية على مستويات متعددة، ونتمنى بطبيعة الحال أن يتجاوب الأشقاء في هذه الخطوة، وأعتقد أنه التحرك المصري هو تحرك مسؤول، ليس على مستوى أنها دولة جوار، لكن أيضا احنا حريصين على استقلال السودان، ومصر لم تتأخر لحظة عن دعم السودان والتعامل مع كل القوى السياسية المكونين السياسي المدني وأيضا العسكري، وبالتالي مصر بالفعل على مسافة واحدة مع الأشقاء في السودان.